فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشمهندسين أولى ثانوي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة من فرع الجبر بإذن الله هناخد الدرس الثاني، بحث في نوع جذري المعادلة. الدرس ده سهل؟ أيوة سهل. قبل أي حاجة نسمي الله، بسم الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا بيتكلم عن إيه؟ درسك بيتكلم عن إنه هيديك معادلة تربيعية، تمام؟ تمام. المعادلة دي من غير ما تحللها، من غير ما تجيب القانون العام بتاعها، من غير ما ترسمها، تقدر تقول الجذرين القنطين اللي هيطلعوا في الآخر هم حقيقيين مختلفين ولا متساويين، ولا مش هينفع يجيلها جذور حقيقية أصلا؟ ده هدف درسك يا باشمهندس. تعالى كده أستذكر معاك إحنا كنا بنحل المعادلة التربيعية إزاي أصلا. المعادلة التربيعية يا باشمهندس، لو أنا كان معايا مثلا مسألة س تربيع ناقص 4 بتساوي 0، كنت أنت حضرتك بتحللها س ناقص 2 وس زائد 2، ومنها الس ب 2 ومنها الس بسالب 2. كده الجذرين كان مالهم؟ كده الجذرين يا أستاذ حقيقيين، أرقام حقيقية ومختلفة، دول بنسميهم حقيقيين مختلفين، تمام يا أستاذ. طب فاكر حضرتك بقى لما كان معانا معادلة س تربيع ناقص 6 س زائد 9 مثلا؟ أيوة يا أستاذ، كنت بقدر أحللها. س في س، التلاتة في تلاتة، سالب وسالب، ومنها السين بتلاتة والتانية زيها. فكنا بنقول هنا إن الجذرين متساويين، الجذرين هنا دول زي بعض يا أستاذ. طيب فاكر حضرتك المعادلة دي؟ كنا بنيجي نحلل ما بنعرفش نحلل، نطبق القانون العام، سالب ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص 4 ألف جيم على 2 من ألف، سالب 2 موجب أو سالب جذر 4 ناقص 8 على الاتنين، تطلع بسالب 2 موجب أو سالب جذر سالب 4. الجذر جواه سالب يا أستاذ، يبقى دي جذور مالها؟ جذور مركبة وليست حقيقية. تمام يا أستاذ، يبقى الشاهد من المهم، فهو بقى في درسك النهاردة مش عايزك تعمل كل ده. امال يا أستاذ؟ عايزك تقول له الجذرين زي بعض ولا مختلفين ولا مركبين من غير ما تحلها خالص. طب ودي يا أستاذ عرفها ازاي؟ تعالى يا باشمهندس كده، لو كنا حلينا الأسئلة دي بالقانون العام شوف لي إيه اللي هيحصل. كده جينا يا أستاذ نحل دي بالقانون العام، س بتساوي سالب ب، مفيش ب اللي هو س، موجب أو سالب الجذر التربيع الب تربيع ناقص 4 ألف جيم على 2 من ألف، طلع صفر موجب أو سالب جذر 16 على 2. شفت دي طلع ايه؟ طلع قنطين. طب ليه طلع قنطين؟ عشان الجذر اللي جواه بالموجب. طب تعالى شوف هنا كده، س بتساوي سالب ب موجب 6، موجب او سالب جذر ب تربيع 36 ناقص 4 في ألف في جيم 36 على 2 من ألف 2 في 1، طلعت بستة موجب أو سالب جذر صفر على الاتنين، يعني طلعت يا أستاذ بتلاتة. أنت واخد بالك ليه الجذرين طلعوا متساويين؟ عشان جوه الجذر صفر يا أستاذ. برافو عليك. طب ليه دول طلعوا مركبين؟ عشان جوه الجذر سالب. من هنا الراجل بقى بدأ يعمل الدرس ويشرحه. الراجل بكل بساطة قال لك اللي بيتحكم يا هندسة في نوع الجذرين هو حاجة اسمها المميز. عارف القانون العام؟ س بتساوي سالب ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص 4 ألف جيم على 2 من ألف.
اللي جوه الجذر ده هو هندسة، هو اللي بيتحكم في نوع البذور. بنسميها باشمهندسين حاجة اسمها المميز. يبقى ايه هو المميز؟ المميز هو ب تربيع ناقص 4 ألف جيم. المميز ده يا هندسة اللي بيبدأ يتحكم في مسألتك. يعني لو كان المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 ألف جيم رقم بالموجب، رقم بالموجب، قال لك يبقى في جذرين مختلفين، يعني المعادلة التربيعية تقطع مرتين، تقطع محور السينات مرتين، لأن لما بتقطع مرتين هي دي مجموعة الحل، ومش شرط تكون مفتوحة الأعلى، ممكن تكون مفتوحة الأسفل. ولو جيت تجيب المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 ألف جيم طلع أصغر من الصفر، يبقى المسألة دي يا أستاذ ملهاش جذور خالص، ما لمستش محور السينات، يعني كان سالب يعني. ولو جيت تجيب ب تربيع ناقص 4 ألف جيم طلع بيساوي صفر، قال لك هنا الجذرين بيكونوا متساويين، يعني المنحنى بيلمس محور السينات في نقطة واحدة بس. تاني هندسة تاني. قلنا يا باش مهندسين ان المسائل لما كانت بتجيلي كنت بحلها، لو ما كنتش بعرف احللها كنت بطبق القانون العام، وكنت يا أستاذ الاقي النتيجين في الآخر لإما مختلفين لإما زي بعض لإما أقول له ملهاش. فالراجل قال من غير ما تحل بقى، أنت من غير ما تحل زي كده وتوجع قلبك تقدر تحكم لي عليهم إزاي؟ قلت له أيوة، بروح يا أستاذ على القانون العام اللي جوه الجذر بس اسمه المميز، يبقى اللي جوه الجذر اسمه المميز، باخد المميز ده حسبه. لو طلع بالموجب يبقى في جذرين مختلفين بنسميهم جذرين حقيقيين مختلفين. طب لو طلع بيساوي صفر متساويين. طب يا أستاذ لو طلع بالسالب، قال لك ليس له جذور حقيقية. يبقى هنا يا باشمهندس هنسمي دي جذرين حقيقيين مختلفين. طب هنا، هنا يا أستاذ ليس له جذور حقيقية بس هو ليه مركبة يا أستاذ. تمام، هنا جذرين حقيقيين متساويين. طب فرضا في الامتحان يا ولا جاء لك ايه؟ ان المسألة لها جذرين حقيقيين وسكت. لو جاء لك خلي بالك، لاحظ، لو شرط عليك قال لك لها جذور حقيقية وما قال لكش هما زي بعض ولا مختلفين، فانت في الحالة دي بتقول له ان ب تربيع ناقص 4 ألف جيم اكبر من او يساوي الصفر، يعني ممكن يكونوا مختلفة وممكن يكونوا متساوية. تمام يا هندسة؟ مش فاهم يا أستاذ. تعال نشوف مثال. عين نوع الجذرين لكل من المعادلات. حضرتك بتقوم رايح طالما هو عاوز النوع بتجيب المميز. تمام؟ تحسب المميز ده. هنشيل الب ونحط قيمتها بتسعة. هنا بيكون ألف قدام سين تربيع قدام سين اسمه باء اللي لوحده اسمه جيم. ناقص 4 في 1 في 2 طلع بيساوي 1 يا أستاذ. الواحد ده موجب ولا سالب؟ موجب، بما إن ب تربيع ناقص 4 ألف جيم أكبر من الصفر يبقى لها جذرين حقيقيين مختلفين. يا رب تكون واضحة. طب نشوف التانية. سين تربيع زائد 2 سين زائد 1. قلت له يا أستاذ المميز بيقول ب تربيع ناقص 4 من أ في ج. 4 ناقص 4 في 1 طلع الناتج يا أستاذ بيساوي صفر. بما إن المميز بيساوي صفر يبقى لها جذور حقيقية متساوية يا أستاذ. يا رب تكون واضحة يا هندسة.
طب اللي بعدها هنروح نكتب المميز يا أستاذ، ب تربيع ناقص 4 ألف جيم هنعوض، واحد تربيع بواحد ناقص 4 في واحد في واحد طلع الناتج سالب 3. بما ان المميز طلع اصغر من الصفر يعني بالسالب، اذن ليس لها جذور حقيقية. ما فهمتش؟ تاني، عين نوع الجذرين. لازم يا أستاذ عشان عين نوع الجذرين تكون المسألة دي بتساوي صفر، لازم. فأنا هعمل إيه في السين دي؟ هضرب المسألة كلها في سين. سين في سين بسين تربيع، سين في ستة بستة سين. السين دي راحت مع دي بقى تسعة بيساوي صفر. يلا يا باشمهندس تقدر تطلع قانونك، يلا تطبق. اقدر اطبق يا استاذ. المميز ب تربيع ناقص 4 ألف جيم 36 ناقص 4. يبقى في الاولى الجذرين طلعوا حقيقيين متساويين عشان المميز طلع بصفر. طب في الثانيه هنعمل المقص ونصفي يا استاذ. يبقى س تربيع زائد 4 ضربت دي هنا بتساوي 5 س. هنساوي السؤال بالصفر. هنطلع بقى يا أستاذ المميز ب تربيع ناقص 4 ألف جيم 25 ناقص 4 في 1 في 4 بتساوي 16. طلع موجب ولا سالب؟ موجب. يبقى لها جذران حقيقيان مختلفان. تعالى للي بعدها دي اعمل المقص كده بتساوي 5 س. ساوي السؤال بالصفر. س تربيع ناقص 5 س ناقص 3 بتساوي صفر. طبق القانون العام. ب تربيع ناقص 4 ألف جيم 25 ناقص 4 في 3 في سالب 1 يبقى 25 زائد 12 ده طلعت بالموجب يا أستاذ. يبقى هنا لها جذران حقيقيان مختلفان. يا رب يا باشمهندسين تكون واضحة معاكم. طب لو بدأ يطور بقى في شكل الأسئلة، يعني بص زي السؤال ده يبدأ يحط لك مجهول ويقول لك نوع العلاقة ايه، هل الموضوع صعب؟ لا مش صعب. أوجد قيمة كفة الحقيقية التي تجعل جذري المعادلة 4 س تربيع ناقص 8 س زائد كف متساويين. يعني ايه لفظ يا شباب متساويين؟ يعني المميز يا أستاذ بيساوي صفر، طلعوا كده سالب ب يبقى 64 ب ده ربعها ناقص 4 في ألف في الجيم اللي هي بكاف بتساوي صفر. 64 بتساوي 16 كاف، هنقسم على 16 يبقى كاف بتساوي 4. كده يا باشمهندس انت قدرت تجيب قيمة كاف. أوجد قيمة كافة التي تجعل س تربيع زائد 4 س زائد كاف جذور حقيقية. قال لك جذور حقيقية وسكت. أنت بتقول إن هي ليها جذور حقيقية، يبقى المميز أكبر من الصفر أو يساوي. ركز في دي قوي. قال لك لها جذور حقيقية المختلفة؟ لا يا أستاذ، يبقى ممكن تكون بتساوي صفر كمان. جيت طبقت القانون ب تربيع 16 ناقص 4 في ألف في جيم أكبر من أو تساوي الصفر، يبقى 4 كاف أقل من أو تساوي 16، يبقى كاف أقل من أو تساوي الأربعة. إلا أقل من الأربعة، أدي الأربعة هي على خط الأعداد. أقل من أو تساوي يعني ماشي لفين؟ للسالب ما لا نهاية. يبقى من سالب ما لا نهاية للأربعة. افتكر إن الفترة سالب ما لا نهاية دايما بتكون مفتوحة. لو في يساوي بنقفل، لو مفيش يساوي بتكون برضو مفتوحة من جهة العدد. أوجد قيم ميما التي تحقق أن المعادلة دي ليس لها جذور حقيقية. يعني إيه؟ يعني إيه ملهاش جذور حقيقية؟ يعني المميز يا أبو حميد يكون أصغر من الصفر. برافو. المميز به بكام؟ بسالب 2 تربيع يبقى 4 ميم تربيع ناقص 4 في ألف اللي هو ميم ناقص 1
في جيم اللي هو ميم أصغر من الصفر. تعال ندخل الأربعة ميم كده عليهم، يبقى 4 ميم تربيع سالب 4 ميم تربيع موجب، شفت السالب ده نضرب هنا ونضرب هنا، يبقى موجب 4 ميم أصغر من الصفر، دول راحوا مع بعضهم بقت 4 ميم أصغر من الصفر، يعني ميم أصغر من الصفر. تمام، علشان ما يكونش ليها جذور حقيقية يا أستاذ خد من أول سالب ما لا نهاية لحد الصفر مفتوح، لأن ما فيش هنا يساوي. تاني الميمة هي قيمتها بصفر، أنا باخد اللي أقل منها، بس هي دي القيمة يا أستاذ. يا رب تكون واضحة معاكم. لو حب يبهرك بشكل السؤال ويشتغلك عشان تتخض وانت بتتخض، بقول لك الشكل المقابل ده منحنى دالة تربيعية، ب تربيع ناقص 4 ألف جيم لو ضربناها في دالة 3 بكام؟ قمت انت باصص للرسمة، الرسمة ناقصة يا أستاذ، إيه يا فين التلاتة عشان نجيب القيمة قصادها؟ قلت لك يا عبيط ركز في السؤال تاني، الرسمة دي رسمة إيه؟ فاكر؟ تعال نرجع كده للأول، لأول الحصة، أهي الرسمة أهي دي اللي شكلها، مش دول بيكونوا الجذرين متساويين؟ أيوة. ليه؟ لأن في قيمة يا أستاذ بس للسينات، قيمة واحدة، معناها إيه الجذرين متساويين؟ يعني المميز ده بصفر يا أستاذ، صفر في أي حاجة بكام؟ بصفر يا أبو حميد. خلاص يبقى إجابة المسألة دي بتساوي صفر. ليه ساوت صفر؟ لأن دي دالة تربيعية، الجذرين بتوعها متساويين لأنه بيلمس محور السينات في نقطة، بالتالي الجذور المتساوية المميز بصفر في دالة ثلاثة هتطلع بصفر. انت يا باشمهندس بتقول على الجذور دول ان هم حقيقيين ونسبيين، انت بتلقبهم باسم نسبيين، قالك فيه شرطين، واحد لوحده مش كفاية، لازم الاتنين. اولا يا استاذ لازم يكون معاملات السؤال نسبية، يعني زي ايه يا استاذ؟ يعني زي الرقم اللي قدام سين تربيع يكون نسبي، يعني ما يكونش جذر، ناقص مثلا 2 س ده نسبي، الرقم اللي لوحده يكون نسبي، عارف دي لو عليها جذر دول كده خلاص غير نسبيه، الجذور هنا غير نسبيه وش من غير ما تحل، انما لو لقيت كل حد منهم نسبي، كل رقم قدام السين نسبي حتى الرقم اللي لوحده، تبدا تبحث يا باشمهندس. تاني شرط يا باشمهندس برضو، لازم 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 المميز الناتج بتاعه في الآخر، الناتج يكون مربع كامل. يعني ايه يا أستاذ؟ يعني يا باشمهندس القيمة اللي في الآخر يطلع لها جذر زي 1 زي 4 زي 9 زي 16 زي 25، ينفع تجيب لها جذر. دول الشرطين يا باشمهندس، لو واحد فيهم ما تحققش دول على طول غير نسبين وما تبحث الباقي. تعال نشوف المسألة دي، بين ان الجذرين نسبيين، قمت انت قايل ايه؟ بسيطة يا ابو حميد، هل ده نسبي؟ ايوه. ده نسبي؟ ايوه. ده نسبي؟ ايوه. خلاص هبدأ ابحث، ب تربيع ناقص 4 الف جيم، الب بكام يا ولا؟ ب9 ناقص 4 في 2 في سالب 2 تطلع يا استاذ ب25. بص للناتج اللي في الاخر، موجب؟ ايوه. ليه جذر؟ ايوه. يبقى بما ان ب تربيع ناقص 4 الف ج مربع كامل يعني ليه جذر، اذا الجذران حقيقيان مختلفان نسبيان. يا رب تكون واضحه معاك يا هندسه. ماشي يا استاذ، إذا كان لام وميم عددين نسبيين، اثبت أن جذور المعادلة دي نسبية. أنت قلت أن المعاملات دلوقتي نسبية، صح؟ يبقى المفروض أجيب المميز يطلع يا أستاذ الناتج بتاعه ليه جذر، صح؟ أيوه يا أستاذ. ب تربيع لام ناقص ميم أس 2 ناقص 4 في أ في ج
جينا مصفية يا أستاذ، ده المميز يا باشمهندسين، ده به تربيع ناقص 4 ألف جيم. الأول تربيع، الأخير تربيع، الأول في الثاني في 2. هنا بقى لام تربيع زائد 2 لام ميم زائد ميم تربيع. عملت إيه يا شباب؟ جمعت اللي زي بعضه. بعد التحليل يا أستاذ طلعت بلام زائد ميم أس 2، حللته طلع قوسين زي بعض. هل ينفع تجيب الجذر هنا؟ أيوة يا أستاذ، الجذر هيتشال بأس 2. يبقى بما إن ب تربيع ناقص 4 ألف جيم بيساوي عدد مربع كامل يعني أس 2، يبقى إذن الجذران نسبيان. يا رب تكون واضحة معك. بس كده يا باشمهندس، هو ده الدرس. نتقابل إن شاء الله الحصة الجاية مع حل تمارينه. أتمنى أن أكون قدرت أفيدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.